وللحديث أكثر عن تزايد نسب الإصابة بالسرطان في محافظة البصرة والإجراءات المتخذة للحد منها، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن أخصائي طب الطوارئ الدكتور عرفان يونس الشمري. مرحبا بك معنا دكتور. يا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، أهلا بكم. تزايد نسب الإصابة بالسرطان في محافظة البصرة ماذا يعني بالنسبة لكم كمتابعين في هذا الشأن؟ تحية لك أخي العزيز ولكل المشاهدين الكرام. ثغر العراق الباسم في خطر. تزايد عدد الإصابات بشكل ملحوظ هذا مؤشر خطر جدا. إحصائيات بسيطة جدا، أنا الحقيقة يعني أبحث في هذا الموضوع من فترة، لكن في الإنترنت وجدت بعض المصادر، كنت أقول أنه ممكن هذه المصادر تبالغ. اتصلت بمجموعة من زملائنا الأطباء في البصرة، أكدوا لي ما قرأته. من عام 2015 إلى عام 2017 كان معدل إصابات السرطان في مدينة البصرة وصل إلى 400 حالة إصابة جديدة في الشهر، وهذا العدد ازداد بنسبة 200%، يعني من عدد الإصابات. وهذا يعني أنه عدد سكان البصرة هم 3 مليون، أكثر من 3 مليون بالقليل، بما يعني أنه هنالك 800 حالة سرطان شهرياً يعني تحصل. بهذا بمعنى أنه 320، يعني دكتور الإحصاءات الحكومية التي تقول أن هناك أكثر من 25 ألف إصابة بالسرطان مسجلة في البصرة، تعتقد أنها دقيقة؟ دقيقة جداً، وقد تكون أكثر. قد تكون أكثر فعلاً. السرطانات منتشرة، و 90% من هذه الحالات تنتهي بالوفيات. مع الأسف أن السلطات الصحية العراقية كانت ترفض الإفصاح عن هذه الإصابات وعن عددها، لكن وصلت الآن إلى مرحلة أنه لا تستطيع أن تخفيها، لأنه الشارع العراقي، الشارع البصري بصورة عامة يذكرها. ما أسباب تفشي الإصابة بالسرطان بين أهالي محافظة البصرة تحديداً؟ الأسباب كثيرة. أولاً هو التلوث البيئي من عام 1991 عندما استخدمت الولايات المتحدة وقوات التحالف اليورانيوم المنظم، وفي عام 2003 أيضاً. هذا أحد الأسباب المهمة جداً. عندما كنت أشتغل في العراق كنا نشوف حالات الإصابة في سرطانات الصدر، في سرطانات الرئة لأعمار شباب من مدينة البصرة، هذا في عام 1998 و99 وحتى عام 2000. هذا واحد. السبب الثاني أيضا تلوث الانبعاثات الغازية من الآبار النفطية. المشكلة الآن أنه بعد 2003 بدأوا أنه يحفرون آبار نفطية بدون مراعاة التوازن البيئي. يعني أنت المفروض أن تحفر بئر نفطي يتوقف بئر نفطي آخر، لكن الآن التوازن البيئي اختلف لأنه ماكو رقيب، فبلشوا أنه يحفرون آبار نفطية ويستخرجون النفط. الانبعاثات الحرارية كانت هذه أحد الأسباب التي أدت إلى التلوث البيئي. بالإضافة إلى هذا، الغوارق في شط العرب بسبب الحرب لم يتم التخلص منها. الحكومة بطيئة في التخلص من هذه الغوارق. هذه أيضا يعني مصادر للتلوث. تلوث الأنهار في مدينة البصرة. مدينة البصرة تحتوي على 7000 نهر صغير. هذه الأنهار أصبحت مكب للنفايات. هذا أيضا إحدى واحد من أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة عدد السرطانات. أشكرك جزيلا دكتور عرفان يونس الشمري أخصائي طب الطوارئ، كنت معنا عبر سكايب من لندن.